لو الحكايه فيها ان فيتو. مهندس عبير، كنا حابين نعرف زي ما تحدثنا عن الفنانين الاكثر حظا في 2018، نحب نعرف من هم الفنانين الاسوأ حظا في 2018. مع اني انا مش بحب اقول لحد انه الحظ مش حلو معاه، بس هو انا هقول عشان يعني المفروض ان هم يعني ياخدوا بالهم، يحاولوا ياخدوا بالهم ويحموا نفسهم يعني. فانا بشوف انه السنه دي من الناس اللي ما عندهمش حظ كبير في انغام ومي عز الدين. هما الحقيقه انغام ومي عز الدين معلوماتي ان هما مولودين في نفس اليوم والاثنين برج الجدي. عندنا كمان اشوف ان سعد الصغير ومحمد منير ومنى زكي واحمد حلمي وناديه الجندي، كل دول عندهم يعني ما عندهمش حظ كبير. عندنا كمان نوال الكويتية، عندنا أصالة، عندنا دينا الشربيني، مش من الناس اللي عندهم حظ كبير.